فهد بما اني اشور عليك لا تقول خصم الا خصم صدق. قصدك هالمية حقت استرية اللي امس؟ لا لا لا، حقت استرية اللي امس اللي طاحت في الماء؟ لا ما لها من جناب عنها مية. لا اقصد حقين الخيمة وكذا. حقين الخيمة استنى من الساعة 5 وانا بروح. والله حلو والله عجيب. انا بستاذنك حتى ببخر الدنيا بعودك ترى. الله عامر بهله. جاتني عوده هديه والله اني ما بخلت منها ولا مره معي كرتون كامل. بس شكلها غاليه والله وانا ما اعرف والله شكلها الكسره غاليه. اي بما انها هديه تعتبر غاليه ودها صدقت. عطيه بيض الله وجهك وتسلم يدين امك. وجه امك. ايه خل عطيه اقعد. طيب شكرا. عطيه ام من جابتني امي وليد. طيب مو وليد جبتها وليد. طيب انا كمان ما لك اي فضل في اللي يا وليد. شكرا. وليد العافيه. وليد تعال مكاني سولف. لو مو هنا ما جالك وليد ترى انا اوجه لك كلام. سم رد عليه. سم تعال مكاني ورد على عطيه. مساعده اتوقع انت ما لك فيه اي. لا غطى زوجك في الكشف يا رجل. عمده هذا صارم ما فيه. لا تضحك معي. بالعافيه ولد الجوهره. يا لب قلبك. يا ولد فهد. ايش اسمه هذا؟ اتولد الجوهره. اتولد الجوهره. والله نعم. ولد خالتي الجوهره. يعني والله ببكي. ولا ابكي. اسمع فهد. والله العظيم ادام سمك. والله يا عطيه. المرسى؟ لا. السمك. هين المرسى قد راحت. راحت. لكن ذا السمكه. بالعافيه. السمكه ومرقها السمك بو حلبه. لا السمك ما يجي بو حلبه، يجي احيانا يسوونه بشيء قاله حمر اللي هو التمر الهندي الحامض المره. ويسوونه بفلفل طماط. يعني ما بو حلبه بالكشنه. لا عطيه ها خليك على المسرح وتركهم في المكونات اللي تسوي فيها. تعرف خليك على المسرح وتركهم. هذه هي. لا ما تعرف. صدقني هذه هي. انا اعرف. انا من يوم خلقت وانا راعي سميكات. تعرف وشو انا عقب المكرونه كان سيدهم بين الرمل. يا عطيه راسي يدم يا اخوي. انا اتكلم انا ما اتكلم عن سمك البحر. سمك البر. سمك البر يقصد الجرابيع والضباط. في سمك بر. انت وش عرفت؟ تعال يا وليد اكل معنا. الله يجعله بالعافيه. لكن بجيب لك ضيف. بجيب لك ضيف. لبيك السمك ما بجيب لك ضيف. بيجيب لك ناقه. الضب في شوك. السلام عليكم سلطان. السمك امي تقول لازم سلطان ياكل منه. شيء بسيط ولا ما في دوله. والله تبشر. عطني منك. هات يطلع لك الشوك. هو الصبع هذا البركه اللي فيه ما شاء الله تبارك الله. السطل المليان هذه يا ليل الهوال. إنا نص سمكه ويا الله متقاسمينها وتجيب لنا بعد القطوه تخاشرنا. عطيه جيب القدر لو سمحت. اه ترى مهند ما كان موجود مليان. جيبه تعالوا عانا. لا ما نبي الصحن ذا الرز قدامنا. الله يعز النعم. والله اني اقولها صادق. تم الصحن ذا الرز اللي فيه دجاج كبرى. عطى لا شخبوط. تم وليد. وليد يا وليد يا انا عيال ما بعد طقت وليد. انتم دارين من يوم جينا هنا ما بعد سمكتن. يلا انت خاشرها وتعطي هذا جب. جب اللي يبغى يجيب لك كوب. جب اجلس اجلس. هذا قدرنا. ايه الغرف لكم. لا عندنا خلاص. عندهم ما شاء الله يكفي. يعاين فهد الشهري يبي يعطيه ما نعطيه. لا قلت لك كذا والله بس. يا وليد فارقنا بذي. صغيره كعطيتها قطعه صغيره. شوف ان شفتها بكره معنا هنا ترى ما عندي سالفه. ترى تودد بس هي ركبوها بالغماره ودوها لا لا ما في غماره. ابو مسفر ما ادري انا بحذفها من ورا السور خلاص. ابو مسفر شو اسمها القطعه الصغيره اللي اعطاها وليد؟ اسمها ما ادري يمكن سبب. والله نسيتها. افا لا بس انت اعطيتها اسم رئيسي ودلع وما ادري وش واشياء كثير. اهم شيء دلعها. وش عساك حافظه دلعها طويل العمر. ها اقلعي برا. ايمن محرسه علينا تشوف من اللي معه جوال. اليوم كانت على سره. بسرعه قل له ايش دلع. يا عيال انتم ما ادري كيف انتم تدخل عليكم على سرتكم. ابرار ابرار. انت بتجلس تاكل يا الحمقاء ولا لا؟ هذه إيه؟ تقصد القطوه؟ اي الحمقاء. الله يسعدك. امين. اي الحمقاء. سريري ومسدحه ونعيش. ايه وشو؟
قاعد امشي بين الدولي قول لي ما عندنا جوالات يلا ابغى البس شو اسمه ذا والله اسمع الكلام اليوم اي تو والله ما عندنا جوالات يلا وطالع ولا قد دولاب فهد مطيري مفتوح اذا شفتها تقول يا اخوي ولا يا اختي ولا قال ايش ما اختي يا اختك يقول راكب علي والله لذيذ والله لذيذ تدري ان السمك مع اللبن مش مصيبه يقولونه لا تشرب لبن بعده طيب ذاك اليوم سالت العيال ما ادري من سالت من العيال قلت ايش السبب وش السبب انك ما تاكل سمكة مع لبن مع لبن اول انا خابر يقول انه يجيب بهاقه ما ادري شو ايه قالوا لا عطنا الخبز يا فهد لا انت فهد العطوي الخبز اللي هنا قالوا لا لان المكونات اللي في اللبن نفس المكونات اللي في السمك فلذلك الناس ما ياخذون اقول ابوي شرى سمك اي صحيح لا ما شاء المعلومه دي مضروبه هي تقص لا لا اللبن يتضارب مع السمك واذا تضاربوا من اللي يفوز تفوز المعده انها تمره اعوذ بالله ايه تمرض على طول طيب ليه ما تفرعهم الكبد وكذا عشان ما يتضرب لا ما ما تقدر عليهم فهد عطوي ليه زعلان قل له ايوه اجيب كل شيء اجيب الوايت لعيونك الله يسعدك يا مره كلم العمده قل له الحين انا اوريك فيهم ليه نفقد تقعد ايش تخلي سلك سلك في موضوع ايش بسوي اقول هو معاون العمده لا يجي ينفخ علينا راح ينفخ على العمده خش معه نعم ما كلمتك انا ايش تبغى انت مدابه ولا والله يا ولدي هذا الصحن الصغير انه كفاه لا 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 وانت تقول انا اشهد انا اشهد لا والله ما قلت ما هم مكفينا انت قلت بتبارك وتبارك شوف صار كبير سلطان سلطان هذه راسلها ايمن تساعد معنا جوالات ولا لا خلاص يا ابو سعد خلاص سمعناها هذه خلاص يا ابو سعد خلاص النقطة مرة واحدة فهد قال لها روح قولي لأيمن والله ما معنا راحت وش ذي خذها خذها معك يا وشو بسألكم سؤال انتم كيف ترقدون وهي حولكم انا بالنسبه لي متعود انا بالنسبه لي احب المساس والله والله انها تحس بالطمانينه ما تنام غير جنب النجاشي لا بس انا عادي ما خالف كم خالف انا شو لزومي فيها اما انقلبت انا عليها وانا راقد وانا راقد الحين انقلبت انا عليها اما قرطتني ولا شو لزومي فيها لا هين عضته بسيطه حيا الله ابو عبد الله عافيك دامها خوياتكم خلوها تاكل معكم نادوها اخوك فهد الشهري ياكلها ما ودي اعطيها هنا بطلع لها برا ها طلع لها اكلها برا يا اخي تعني المجلس كيف بالله أنا صحيت صحيت من النوم الصبح اي والله كم مره واجد رجال قمت انا ماكل حبوب حساسيه انا ايه؟ اللي ترقد قمت الساعه 12 وقوم قلت انا العيال بيبطوا ما صلى ومو مصلين الا الساعه 12:40 باخذ لي غطه لا لا صليت صليت وقومتكم ما وعيت لا والله 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 اني مقومكم جاني بخيت الساعه 12:35 كم قلت انا قد صليت يا ود افك الباب بشويش وسكره بشويش وكل ما مرت من جنبك تفتح عيونك ما ادري انت صاحي ولا لا لا والله اصحى والله اصحى انت تصحى عندنا شيء عندنا شيء يا فهد يا فهد يعني ما بتيك عاد لا قلت المزوح تعطون ذا القطوة عطوها برا لا تخلونها تمول ما عاد هي متعديتنا لأن نص ساعة نحاول ينسحب شلها علباها واحذفها حلو ان احنا دائما نحسب بعضنا العيال هنا المخرج لو نجي عام الحين وطالعنا المخرج ايه
يخاشرنا قول له مرحبا. حياك الله يا يوسف. هو اسمه يوسف؟ إيه بس أطلع هناك عشان لا يجي خصم. يلا يوسف أروح أكدونه. يوسف تعال تعال يا عمر طويل. أنا سمعت شاتن غرضها أنا يوم الجمعة، أحس ما يصح تأكل سمك إلا يوم الجمعة، تدري المعدة تدري بالجمعة هو. ها هذا عاد عادة عندنا. يوسف إن كانك تسمعنا جيب بيبس وتعال، عطنا الطنة حقت المايك. يلا يلا لا تستحي. يلا 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 والله العظيم بيفوتك ترى. طن والله ما حط شكل شبعان تغدوا الريجي. على خشمي والله والله. نقوم والله نقوم. قم 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 لا عطنا صحن. ها عطنا صحن اغلف لهم. يجيك يجيك الحين يا يوسف الصحن البلاستيك. اي طيب طيب بعطيك واحد جديد. جيب جيب ابشر والله بالغداء وبالسماشات. حط له مرقه. حط له مرقه والمرجه. الحمد لله. عطى خبزتين الثانية بعد عطى واحدة خمعة. خلاص تعال كمل معي ذي. يلا برجع لك. الحق باكل لقمة عني وعنك لين تجي. واحدة لي واحدة لك. كليت واحدة عني باقي اللي عنك. والله مستقبلوني هم يضحكون. أنا ما أدري هم خصم علي ولا. آه ما فيها خصم. لا إن شاء الله ما فيها. هذه فيها سمك. كل ما مر جنبك تفتح عيونك وأنا أقول لا بعد حين بيقوم يسب. بعد حين يقوم بهويشني. أنت أحمد ربك لأني ماني معك في الغرفة هذيك. ما اجتمعت انا وياك الا لنا يومين. اول لو واحد بس يفسخ ثوبه قايم عاينه. سلطان والله العظيم سلطان سلطان, سلطان كل ما دخل سلطان العنزي يدخل كذا كذا على هو بعد بعد يقوم بهذا الشهر يبي منها غرض. اقوم يا سلطان الله يهديك وهو مقصر صوته معنا. والله ترى النوم عاد الخفيف جدا. لا عشان متعود بالبره هناك انت نوم الظاهر ما في ولا حس. إيه والله يعني نوم تلبر هي اللي خليتني خليت نوم. ما أثر عليك. والله أنا كذا مسدح على السرير وطالع أقول أنا أبي أطلع الحين. أبي أستشير وليد. ها كم والله اللي شوف تقول حرامي على اطراف اصابعي لين اوصل للباب وفك الباب زي كذا او له صوت انت عارف الحديد وفك بشويش واجي بين الباب والضوء اللي داخل. خلع ها جري يا حمقاء. خلع يلا. اي شفت درت ان اخويا هذاك ما هم موجودين اللي يحك حكون مؤلفين هذول مره ترى. ايوه تعال تعال كل ذي كل ذي
الله يكثر خيرها. إذا هي يمكن أمها تشوفنا الحين ما بقى شيء. الله يكتب أجرها. ولو هي لا هنا ما شاء الله تبارك الله. الله يكتب. ترى ينبسطون الأمهات لو شافوا لك الخلص. الله يكتب أجرها. آمين يا رب. أخوي فيها عادة محق في العيال. لا كانوا هملوا عيشتهم وقاموا خلاها. خلاص؟ خلاص خلاص. حط ده في دي وبدي. الخبز حطه هنا لا منه يشال معدي. هاي هيدي هنا. ها؟ هذه السجادة مضيعينها. هذه السجادة ندورها من فترة. يا شيخ وخر الله يرحم أمك. وخر وخر. أظهرها وسكر الباب يا ولد. سكر الباب. سكر الباب ارفع صوتك عشان تدري من نب اخوياها. لا تقول اذا الكلمة اللي تخليها تجي. انت والطاحات عاد موفق. لا اله الا الله. العيال يشوفون الباب الحين مسكوك ما يجون. مهند. ها. من يوم تغير عقالك ومهند متغير، لو دارين مغيرين عقالك من اول يوم. ما شفتني البارح بالبشت كيف. شايف. بس العقال صنع الظاهر اول عقالك صغير. والمعلومات اللي في راسك تظهر ما تعطينا اياها، لكن العقال ذا الكبير اعرف وجهك انت لقيتك بترد رد جامد لكن ادمعها ادمعها ادحمها لا مو بدحمها ادمعها ادمعها نقول عبد المجيد ادحمها ادحمها لا ادحمها الحين مثلا قدامك صف ادحمه يعني تماثلة يعني اخترقه اخترقه بالعربي اي بالعربي والله اني عندي خطط كثيره هند اشوفك امس يا اخوي صح القصيده لما جيت بتلقيها وهي كتابه صح مين مثل الحفظ بس اشوفك امس يوم قلت انت حقت الدكتور عايض ايه اشوف ارحب يا عصيمي اشوفك ما يعني ما دقرت في اي كلمه متى صرت تجيد اللغه العربيه الفصحى أنت درست الحين ابتدائية متوسط ثانوي نفس دراستنا العادية صح؟ إيه في مدارسنا العادية ولا في مدرسة خاصة؟ لا لا مدرسة عادية يا عصيمي فتحت أنت الباب وجيتنا إن مسكري الباب شوف متى صرت تجيدها؟ وش أصعب شيء في اللغة؟ مرحبا أصعب أصعب المفردات وأقواها مو أصعبها يعني أبلغ اللغة فين؟ ها؟ أبلغ شيء في اللغة فين موجود؟ وشو؟ لبيه بقى بقى عندي نقاش يا رجل أنتوا لو شفتوا أحد يسولف لا تقطعونه مهند سمي بعد يوم مهند منو؟ كيف حالك؟ يا عيال في نقاش مرة حلو تعال سلطان عيال والله نقاش حلو ما أقدر أقطع كيف حالك؟ تسمح لي أبا أستاذ من مهند روح روح لاني انا اللي عمده العمده لا انا سائله في النقاش هذا شيخ طيب ما شاء الله فداك الله يطيب عمرك خلاني انا باخذه ها وين العيال هلا عيال كان المزحه في قبل والله اني اهم شيء لبيت طلبك لا والله العظيم لبيت طلبك لا اي والله هذا اهم شيء عندي عجز شلونك خبث ايش بك انت حلاوتو بسم الله عليك وزينك خوي اجلس اجلس الله يسعدك سم ممكن بارك الله لا 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 ابقع مو ثوبي لا مو ثوبي مو ثوبي والله
مو ثوبك والله مو ثوبي بس جاي عليك انا باقي اخذ ما شو اسمه احول زين القهوه دي كيفك يا مهند الحمد لله كيف النومه والله اوه بس متكسر وحالاته الحين صفرة متكسر. تروح الجزر المالديف شوف انا موضوع اليوم على السياحه الداخليه اسالوني ليش متكسر يا عيال الشعوبات لا ابشر وسعد ليش جزر المالديف انا وديك جزر المالديف في السعوديه عندنا ثبت معك وديك الاملج تدري الاملج اسمها مالديف في السعوديه تدري ولا ما تدري ادري لا لا راح تشوف شيء يبهرك استغفر الله يا اخي ما بابك انت نظامك كذا تقلب انت نظامك كذا ادعم بلدك يا اخي انا اشهد والله اني داعم الاول والله يا حطك ضد السعوديه يا رجل لا اعوذ بالله لا حشا 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 الواحد يبغى يسافر انت تقصد دملج يعني صح ايوه يقصد دملج يود هذا باعني يا رجال ليه اعوذ بالله تعال شوف ذا ابن عم عزيز شوف ذا لا ارنعه لا ارنعه بيدي اقول لهم اليوم موضوع السياحه الداخليه انا ما لا 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 ما قلت السياحه الداخليه مهند شاهد على كل كلمه اقول لهم اليوم لليوم تكلمنا اليوم في المطبخ تقلب علي الله يرضى عليك يا عبد المجيد حضرني قلبي الله يرضى عليك يا عبد المجيد الله يرضى عليك يا عبد المجيد ايها المهند افتح ايها الذهبي وانا جيتك في النقاش نفسه ان كانك تسمح لي افتحه لاني انا قطعته والله النقاش جدي ترى تبغى نقاش جدي والله اني ابيه جدي يلا استريح هذا ماي اني ما ادري متى اجت اللغه انا اساله اقول ذا الحين انا الشيء اللي تقراه اول مره تقراها وكذا ما تجي قرايته مثل شيء انت مارسه مثل قصيده انت حافظها يجي هلك فيها زين مثل اقول ميد مهند امس يوم خذيت انت قصيده عايض القرني اشوف هلك فيها ما شاء الله تبارك الله ما خطيت ولا في اي حرف معني انا لو اني ما اخذها لغه عربيه فصحى ما اجدتها مثل ما اجادها اقول متى اتقنت اللغه العربيه الفصحى قرايتها وانا ادري انه بيقول عادني باقي ما اتقنتها بس متى سؤال واحد يرد على سؤالك وش ابلغ اين توجد ابلغ اللغه قران القران في القران الكريم هل فصاحة الكلمات اللي قرأتها أمس توصل للقرآن؟ لا لا أقل من القرآن بكثير إيه؟ ولا توصل ربعه إيه؟ إذا أنا حافظ القرآن وهو أصعب الكلمات فيه وأبلغها وأفصحها هذه كلها هينة كلامك صحيح بس هذا إجابتك طيب يعني تقول أن القرآن إذا أجدته زين عرفت الأمور الباقية أسرع. أنا أشوفك مع قراءة إبراهيم النجاشي دائما صحيح لك متى أجدت اللغة العربية الفصحى يا مهند؟ أخطأ بعض الأحيان خلاص معناتها بتخطي في هذه طيب عادي رجعتها قبل لا أدخل على الشيخ أنا وأنت كنا سوا كنت رجعتها مرة واحدة لا وأنا جالس جنبك يمكن ثلاث مرات لا هذا يدل على عظمة القرآن يا شيخ بوط القرآن يعني هي يعني هو لما خطأ في القرآن حتى يطلق لسانه إيه لما خطأ في القرآن لو خلينا نقول مهند خطأ في القرآن لسه مستوى عالي في القراءة لسه إلى الآن مستوى عالي في القراءة حتى لو خطأ في القرآن مستوى جدا عالي في القراءة، فعشان كذا قدر يقرأ القصيدة بكل سلاسة. ممتاز. خلاص انتهى النقاش. حياك الله يا الحلقة. أنا عاين ذا القطوة ما نبص. لا لا مستمتع ترى معنا في النقاش. يا ولد يا شخبوط أنت شمس. أخر يوم نقصت عندي. ابن ملاهي. أرحب. أرحب. يا سلام أرحب والله من شفته ما لمت نفسي اني افك هذولي وباخذ ثيابكم ليه؟ خلاص الوضع يعني الوضع صار حبي هو يعرف هو يعرف قد يمصلع ويقول هو يعرف اشتريه مساكم الله بالخير مساك الله بالنور كيف حالكم؟ أرحب طيبين شغل انت شغل ايش قاعد شغل؟ لا 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 المخرج هناك المخرج عاوز كده شلونكم طيبين والله يراكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله بالخير يا جماعه النور والسرور والله ما يجيني شيء ابو سامي السلام عليكم مساكم الله بالخير يا الربع يا عمدة انا عندي شكوى عمدة قبل لا تروح اخر واحد قام على السفره فهد الشهري وما شارك لا 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 والله والله الطبع مو زين احنا خلص من العيشه يقوم يشيلها قام 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 انت راعي الفقره يا عبد المجيد
وحنا كلنا اذان صلاه. الله يمسيكم بالخير يا جماعه الخير. الدعوه كلبوها يمكن ثلاث اسئله اربع اسئله. الموضوع عن وقف الام. ابي بس السؤال اللي بيجاوب على السؤال بيكون له سهمين، سهم له هو وسهم يهديه للي يبغى. طبعا مني انا هذه الوكاد طولها اعماركم. ابي اول شيء فضل الصدقه. من يجيب فضل الصدقه؟ تفضل يا شخبوط. خله بخيت. لا والله عندك. والله انا لا عندك عندك اجل اجل انا بقول فضل واحد و اي واجد اذكر واحد او اثنين. كم اذكر؟ واحد او اثنين. اول شيء طول عمره تمنع موت السوء، هذا اول شيء. وثاني شيء طول عمره تمد في العمر. وثالث شيء تبارك في المال والعيال. هذا اعطيتك كلامك جميل جدا. سهمين، سهم لك وسهم تهديه لمن يا ابو مسفر؟ سهم لي وسهم اهديه لبخيت. يستاهل يستاهل بما انه نافسني في الاجابه. يستاهل. طيب اللي طيب اللي يجيب لي ايه في القران عن الصدقه. معليش ايه في القران عن الصدقه. ايه يا ابراهيم ايه من القران عن الصدقه. يا ابو هذال عمر ايش عندك؟ ولن تنالوا البر حتى تنفقوا. الله يسقيك. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا. صحيح. لك سهمين يا خالي. الله يسلمك. سهم لك وسهم تهديه المجد. يستاهل. لولدي مشعل. يستاهل. يا سلام. طيب فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن الصدقه. من يجيبه؟ من يجيبه؟ حديث هنا هنا ابراهيم. ابراهيم رافع يد. ابراهيم تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: داووا مرضاكم الصدقه. اللهم صل وسلم عليه. طبعا هذه فقط خلصت الاسهم والفايزين. الاسهم حقت ابراهيم ها؟ خلصت انا وياه متخاشرين فيها الاسهم. لا لا صح الاسهم حقت صدق زين. الاسهم صدق الاسهم. وساهم لك وساهم تهديه. ساهم لي وساهم اهديه لابو لافي. يستاهل 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 يستاهل. يا اخي احرج رجال يا ابن الحلال. ما هديك سام عشان تستضيفه في العريس. طيب يا جماعه الخير ابي اقول شيء. ما بس ما اقول حاجه. بقلب السؤال هذا لشيء. ابي موقف ابي موقف او موقف يعني عن فضل الصدقه. اللي يعرف موقف انه بعد الله ثم فضل الصدقه. تفضل ابو مهنا. هذا واحد يا طويل العمر تاجر ويملك من الخير ما اعطاه ربي. وفتره من الفترات مرض وجاه الخبيث الله يكفينا شره. وما خلى ديره ما تعالج فيها. ما خلى مكان ما تعالج فيه. قالوا ما عاد في حل ولا لك حل. ويتوكل على الله ويروح. وخذ له فتره ويشور عليه واحد بصدقه. قال له تصدق. كل ما عينت لك حد محتاج تصدق. سقيا الطعام والماء وغيره من الدراهم. سقيا الماء. الله الله سقيا الطعام سقيا الماء. المهم وياخذ له فتره وهو يتصدق. الين بعد فتره رد قال انا بتعالج. لازم اشوف لي طريقه اتعالج فيها ولا اروح اصرف الدواء اللي كان يهدي الالم. رد المستشفى نفسه. ويوم فحص وشيكوا عليه انصدم الدكتور. قال له انت تعالجت لكن وين تعالجت؟ قال له انا ما تعالجت. لا ايش سويت؟ قال ما سويت شيء. ما غير تصدق. قال ابشرك الخبيث اللي كان فيك ما عاد خبيث. لا اله الا الله. الله اكبر. طبعا الله الله. وهذه الله المعلومه هذا من فضل الصدقه. طبعا فيه وقف الام بجمعيه البر. اخو ربع مهنا ولده. خلع خلع. انا خفت يضربني انا يا عيال. القاطو داخل له يفارق فيها يا الربع. مجلس البيه ذا القاطو انا ما تعال استرح هنا استرح يا الربع. انا ما ودي اطول لكن فيها جمعيه البر الخيريه في ظل التابعه. خلصت السهم. خلصت الاطلاق. ما في عليها سهم؟ بقول الاسهم صح الاسهم تهديها لمن يا ابو اكيد ابو الاسهم. واحد المهند وواحد الفهاد. شكرا. الله يكثر خيرك يا بخيت. طيب بقولكم كل رب وقف الأم تابع لجمعية البر الخيرية في ظل
وفي مكة المكرمة في أطهر بقاع الأرض، والصدقة فيه بإذن الله أنها مضاعفة. أبي رسالة فقط آخر شيء، رسالة لرسالة للي تشوفه يعني مثل ما تقول عاصي الوالدين لأمه والأبوه. من نبدأ من هنا رسالة مختصرة. أسلم في قصيدة عطاري عند ركان ما سمعناها كلنا، نبي يسمعناها. اي والله جبتها. هلا والله فشل على هالشيء. اسمحوا لي بالحين دحها، خلوها فيما بعد ان شاء الله. ابد لكم وجهي نسمعكم يا ان شاء الله. ابد من ابدا من عندك. انا والله اني طلبتها منه ترى، على فكره كلمته وكنت ابيه في اني اكلمه انا وياه وسوالف ودردشه، لكن الظاهر انه لا والله لا 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 انت ولا ابو هذا. لكن ماني طيب تكلم بخيت حافظ. رساله للي عاصي والدين، اللي عاصي والدي هذا واحد ما فيه خير، وش بتقول شو نصيحتك له؟ نصيحتي له ما يحتاج، درب الخير يدل الجنه تحت اقدام الامهات. فهد هني من والله تصدق هذا الاجر بيلقاها قدامه. الرساله للي عاصن والديه، اللي عاصن والديه الله يهديه يا رب، الله يرجع للصواب. اللهم طيب. احمد رساله لا خله يمشي الدور بعدين. طيب عندك يا سلطان. والله اذا بدك تتكلم عن عاصي الوالدين تنصحه نصيحه. انا باذكر موقف صار قدامي. مره طالعين من المجمع انا وهلي، فكنت وقتها تعبان ما قدرت اسوق، فاخذت سياره الاجره توصل وتجيب. فجلسين انا وهلي في تعرف الجلسات ذي الخارج المجمع، فشفت ولد عمره تقريبا 18 سنة 17 سنة جالس مع واحدة مرة كبيرة في العمر، شوي اعتلى الصوت شوي إلا شوف ضرب. اي والله يا شيخ بوط أنا ما تحملت الموقف، على طول انطلقت له سحبت لها وطلعت أمه. عشان إيش؟ ما اشترت للشيء اللي يبغاه. أنا لا شعوريا طبعا، تعرف الواحد وقت الغضب وشاف موقف زي كذا وتشوفها مثل أمك هنا ما تقدر ما في مشاعر اصلا، مشاعر تروح. والله اني سحبته وشلت شيل، كويس انه كانوا فيها الشرطه موجودين واقفين عند الباب. نصيحتك له؟ والله اقول امك، ما قالها الشاعر محمد بن عمره ايش قال؟ امك ما غير امك وطن يا ابن الاجواد، فرصه حياتك ضمها وغتنمها، في حضنها رحمه وقصه وميلاد، ما يكفي الجنه مواطي قدمها، عيونها تسهر معك جرح وسهاد، حرام تاخذ نومها وتحرمها، لو يزعل اغلى المواليف وشعاد، والله ما يسوى المواطي قدمها. يا شيخ وشعاد شيخ بوط سم نصيحتك. الله يا ولد اللي يعصي والدي هذا رخمه، والرخمه ماني بحب اوجه له رساله. والله صدق هذاك صادق. لا بس يعني نصيحه نصيحه اقول الله يهدي ولا ركب. اقول اما ان الله يهديه ان شاء الله ولا ياخذ عمره، ما تنفع مع نصيحه عز الله. ايوه انا كان ودي معك بلقاء طويل لكن ما ابشر بالعوض يا ما سمحت. ابراهيم والله نصيحتي للعاق بوالديه اول شيء عسى الله يهديه ويصلحه. الشيء الثاني يعني كل ابونا هنا مقصرين اعتقد بحق والدينا من ناحيه البر، يعني اذا ما بالك اذا الله سبحانه وتعالى قال في الايه القرانيه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، شوف حرفين بس هذا ما يصلح تقوله. ومن الاداب ايضا في بر الوالدين انك لا جيت تكلم امك ما تناظر في عينها، لا تناظر تحت من باب الاحترام لها، وكذلك ما الواحد ما يرفع صوته مع امه. بس هذا اللي فهاد والله نصيحتي اقول اسال الله ان يهديه ويدله طريق الحق. و يوم تقول ماذا تقدم لها، مهما سوينا ومهما فعلنا ما راح نوفي حق الامهات، فهذه فرصه وقف الام التابع لجمعيه ظلم، فرصه الواحد يتصدق لو بالشيء القليل وبيلقاها قدامه ان شاء الله. مهند الله يحييك يا استاذ. حي الله حط الله عبد المجيد طول عمرك. يعني انا العاق بوالديه، العاق بوالديه ونصائح يعني بسيطه تكون مختصره. نقطه واحده بس، يمكن الشباب كلهم تكلم عن ذا الموضوع، بس في نقطه ثانيه اذا تحصل غالبا
اذا قد سمعت احد من اخوياك كلم امه بصوت مرتفع ولا بطريقه واضح ان فيها يعني يهاوشها ولا ينفخ عليها، الافضل انك تنصحه والمره اللي بعدها انك ما تمشي، لان اللي عاقفه له ما في، اللي ما في خير لهاله ما في خير للناس. شكرا عبد المجيد. فيه كلمه واحده بقولها وسؤال ما ادري ان شاء الله اني صايب فيه او اني اجبته بطريقه زينه. وش تعني لك الام يا عبد الرحمن؟ وش تعني تعبر عنها وكذا؟ سؤال مناسب للشخص المناسب. انت العيد. لا صح ما له تعني لك يعني. صمت 10 ثواني ترى الصمت هذا بحد ذاته هذا الصمت بحد ذاته اجابه ترى. ايه والله ماني بدكتور في الجامعه سؤالك ذا يبين. لا عادي عادي لا مو تعليلك تعبير قال تعليلك. انا لو يجيني السؤال لو يجيني ايش تعليلك امك يعني امي هي شوفي هي نفسي هي الحياه بدونها ما اقدر اعيش. خبر الله يمداك يقول هي التي تقدر تجاوب. انا اقول يا ابو سؤالك مو بي جوابي يوفي يعني لا يوفي لا جواب ولا قصايد ولا شعر ولا حاسيس ولا استصل الاجوبه قدامهم. اي والله فيه الطيب اكل الله يجعلني فدا مواطي صاحب على الله يطول عمرك. بما ان ابو هذا شاعر اذا فيه قصيده حضرتك عن الام عن البر عن الصدقه عن شيء من هال تكلم فيها ابو هذا. اذكر اني جيت بكتب قصيده عن امي بس طلع معي بيتين. حاولت أبى أسوي قصيدة عن غلاك وزرة يتميز دقها من جلها أنا ما بي فيها الحياة إلا أرضاك أرضي تزين أمور وقتي كلها. سلام سلام أزالة صح صح تستاهل صحة الدان. فهد العطوي تكفي عن ألف بيت أكلهم ولا حقوق الوالدين ما ادري ترى ابيك انا تكلمت سالت ممكن غيرت السؤال من عند عبد الرحمن ومن عند ذا. انت طال عمرك ابي تكلم عن وقف الام بتكلم عن البر الخيريه وضرب بتكلم عن الام بشكل عام. تكلم عن الام وفضل الصدقه بعد كل واحد فينا عندك. كل واحد فينا مر بمواقف صغيره عن الام ويتذكر الحين واتوقع انه بيبكي لان الام والله انها تتعب عليك اكل ما تاكله الا لما تكون انت على الصحن. تصحى الصباح بدري عشان تقومك للمدرسه يعني تمر في ظروف لو تعبت انت هي تتعب اكثر من تعبك. وابغى كل واحد فيكم يتذكر موقف هو صغير انا يعني. كل واحد فيكم يتذكر الحين موقف هو صغير صار هو وامه والله غير يبكي والله. والام فضلها كبير والله لو اتكلم من هنا لبكره والله ما هو فيها بحقها والله. صدق. وما حد وصلنا لمرحلة غير الأم. ترى ما حد وصلنا لمرحلة ودان البرنامج كاريزما غير أمنا والله العظيم لولاها ما صرنا شيء. دعاء الأم دعاء الأم تراها يا الربع. أنا والله أنا أقول صادق أنا مجرب أنا داقل عليها بنفسي ومكلمها في أمور واجد صعبة علي صعبة وكلمت فيها ناس إن أباها تنحل ولا انحلت إني رافع عليها التليفون ومكلمها وطالبها دعوة هي تدعينا من غير مطلبها لكن سبحان الله بعد الدعاء بعد الله ثم دعاها ان الامور جت مثل شربت الماء. كلامك عن الصدقه ووقف الام. لا وش بتكلم عن العاقب والديه اقول والله ما تشوف خير لا بدنياك ولا باخرتك بركه بمالك بركه بعمرك. اذا كان صله الرحم ما هي بامك وابوك فيها طول عمرك وينسى لك في اثرك فما بالك بامك والله ما تشوف خير وانت عاقهم. اما فضل الصدقه فتكلمنا فيه كثير. إذا كان اتقاء النار يكون بشق تمرة فما بالك بمساهمة في وقف مثل وقف الأم يرعى أكثر من 2000 أسرة. لا شك إن فضلها عظيم وأنا أدعو العالم أجمع اللي يسمعونا أنه يساهمون في وقف الأم عسى الله يكتب لهم فيها نجاة من النار وطريق إلى الجنة. الله يجزاك خير. انتهت. شكرا لكم وشكرا لكم ايهم دقيقه يا في كلمه بيقولها سلطان لزميله فيصل الحربي. والله بعد المفروض اني ما تعداك فيها. لا لا بعد المفروض انك تقل عاد مو انا عمده عاد خلاص كل شيء انا اشارككم بس يا شباب ولد عبد المجيد ولد
ابو سامي اخو من طاع الله تعال اجلس بقول لك يا الحين اسمع والله ما بتعدى فيها العمده المفروض انه هو بس الله يجزاك خير انك اقترحت لي الفرصه ذي فيصل اخونا الحربي فريق دعمه جايبين لنا لعبه على قولتهم وايس كريم وشغلات زي يعني ترفيهيه بالموضوع بما ان الجو حار برد فعليا برد على قلبك برد اوكي فالله يجزاهم خير وما قصروا والف شكر أسمع لهم تكلم هذا الف شكر لهم فريق والله العظيم انهم كانوا متواصلين مع الاداره يعني كانوا حريصين على الفقره دي ان نكون حاضرينها كلنا فاتمنى منكم حضورها الله يسعدكم ها الان يلا اول يقول وقف وقف فهد يقول برد على قلبك بخيت بالله عاوني اذا نسيت شيء ولا شيل معي يلا ما يبرد واهج الشوق وشعور الغرام كم يا ليله يا ليله لا ليله لا غير غير ما يبرد ها وش اخلص انا طالب تقول لا لا ليله يا ليله ما يبرد واهج والله ما بعد سمعتها شعور الغرام غير غير وانت علي غير غير والله مهند لو تسال هو مش ما هو انا عزيزي انت اللي الله اقول وجهك كمل الله يوم صاير بوقف بمس وش اللي طفي ذا تذكر يا مني فالمنقرة ما كان مني فالمنقرة يا والله مني قدي فالمنقرة يا ليلى يا ليلى حاولتوا انت مهند يلا عاد طارو يا ليلى عرضت لك اشوفك شخبوط مثل شوف شوف دام نزلت تذانيها زي كذا انتبه يلا يا عيال أربعة شلوا الجمال يلا يا عمر بن هذال هات البيت اللي يطري عليه البرودة والثلج يا صغير لا 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 يا صغير بلا طيرت واللحن يا ولد هذا اللي جهزها عندنا لحن لحن جديد هيا يلا يلا خلاص اخذت منكم اكثر الله الله والله لا انت عمر عرفت اللي اجي زي كذا المحاوره الله يذكره بالخير يلا 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 بدك انا وقعت ربي يلا اربع احمد على بال ما يجيب عمر صلاه على الانسان على الانسان يلا خلاص يلا يلا ها قل يا مهند تعال اعطيك كلمه صغيره ثم عطنا حبوبك فالراحة المستديرة كلمة كأنها ضرب السيوف الشطيرة مثل قال ما لا حملة الأجمال هيا كوي كوي رد عليه مهند شاعر ما عنده استكنان مهند شاعر يا بيل صفقة اللعن صفقة يا بيل صفقة اللعن ايوه مان ايوه 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 ايوه
ايه الرجال بيرد ولا ما تروحون لنرد ما نلد بلاش يا عمر انت طيب وابن ناس الرجال والعيال اللي راحوا كل بوهم عيال كل بوهم عيال الله اما ما جاني منك يا ابن الحلال ترى فوق العقال الله اكبر الله اكبر يا مهند شكرا شكرا يا روح معانا في القرية لا صدق والله معانا في القرية يا عيال نسيت شغله بالله شغله يا عيال يلا فيصل انتظرنا يا عيال يلا 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 بنلعب قم بنلعب لا 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 اسمح لي لا طلبه طلبه والله بخلص ده بجيكم يلا 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 احمد يلا 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 طول عمري بقول لا انا قد الشوق وليالي لا انا قد الشوق يلا حجيلك تعال إيلك يا ميو يا ميو هلو هنا هنا قولي ألو لا تسكتين وتسمعين قلت اتصل وانسى بصوتك ما حصل من كثر ما صوتي من الفرقة حزين أحس بأن الدمع مع صوتي يا ميو أما خفيف أنت تعال اسمع ايش رايك بما احنا فاضيين يعني انت حاولك ما تمون مره وتتحرك تعال هنا تعال تعال sit down here sit down sit down sit down sit down ما تتكلم انجليزي انت I need coffee. تخوين الليل مشينا يلا مشينا اللعب فيصل جايب لعبة قم تروح معي جميع جمهوري بالقيم فني وحضوري والثقة لازم
لازم لازم ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هذه منتبه سلطان تراه خفيفه مره مو اسمع اسمع فهد مو بلازم تنتبه عادي ترى يمكن حتى شكليه طويله توصل ايوه دفها دفها بسرعه شوي خفيفة ها؟ يبغى له دزة شوية طيب اسمع ارفع عنوان بدل جزيمك اي دقيقة رح انت بريادك بس لا باقي باقي لا تطيح لا 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 تكفى تكفى اصبر اصبر دقيقة امسك 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 اخذت ذاك من لا بس امسك ها. طويلة مرة دقيقة 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 دفيتها خلاص حسبي الله وجهي خلاص شفت كيف ارتفعت اضبطت يا
علي شفت كيف صيحتي صوت الريفي يا بعدين لو نقفل بالصغار ما بزين ابو لافي شنو لو نقفل بذا ما احسن صغير الجريد ايوه العن شكله شجره اسمع اسمع ها. لو نقفله كذا ما بزين عافي عافي زيك ثبتها زي كذا سمعت مني لو اجيب اختها ثبتها زيهم زيك اشوف افضل ايش رايك بس ادري شو بالها سيكي الثاني جنب الثاني جنب ابو لا طيب فكره حلوه بس اسمع هاي حيوني يا سلطان ترى مو بثابت مره اسمع فهد هذه بربطها هنا عرفت الثانيات هذه نوقفها خلاص ما يهمش يلا يلا جو 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 وين زردي في زردي ولا خلي زردي ما احتاج امسك امسك بس امسك قدم قدم شوي لا لا خلاص خلاص ما احتاج السلطان لا يطيح بس شد قوه عشان ما ينزل لف الثنية كلها يا مره لا تذيب بلالي هلا ابو ظبي هلا بعيون ايش باقي عليه خلاص موالي خير ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بالله كيف ابو بقي لنا بغدي فيه نبغي البط هذا الزين لومك يا رجل نبغي البط بنحطه هني بنعبي هذه الماء بط ويش نجيب بط يعني اي ترسيب وحركه نجيب النار خلاص الهجن الهجن ابغاك تجيبها هذا في منه واجد ولا وشو ذا اي 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 ابي واجد يا ابي هجن يا نوقفه كذا في واجد في ابشر لازم لازم نجيب هجن شكليا ترى يمكن ثلاثة قفلن ذي ترى احسن من تحط 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 شرايك وين هذا يقول بيحطها زي كذا قلت له اخسرها بذا زي كذا وقف ذا جنب ذا جنب كيف هذا رقم واحد بعدين ازين تحت الكمبيوتر ايه شو المشكله في التثبيت هذا كيف نثبتها وينها ذي بنثبتها بسعفه ايه سعفه خفيفه ترى اربطها على ما عليك لو نحط مع جنب عود لا والله زينه ثقيله والله ثابته منه ومنه بس كيف ايه وين الثانيه الثانيات عانها ورا هنا هنا فهد يسار يسار وهلا هلا بك يا بعد كل ملي اغلى من الدنيا ما فيها اهلا هلا بك يا بعد كل ملي يا حبيله اغلى من الدنيا ما فيها يا سلام قويب وضبي والله غلاكم يجري يجري بشراييني لا 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 انا وشوك قصه قديمه اشتاق لك في الساعه 20 مره في الساعه في الساعه 20 شوك يا بخيل انت مشتاق للديره وقعت اكثر الشوك كم حق زمان ما زال الشوك يا بلا واحدة أكبر من ذي أنا أبو لافي أقتل الاختراع هاي عيوني أحفر له شوي بس تنزل لا أركز لا ثبت الله الحين يلا 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 عيال يلا اللعبة اللعبة يلا بسغلق الجهة ذي وأجيكم الحب من شوك قوى يا بلا واحدة زيادة أبو لافي ها إيه إيه طيب اسمع اسمع زحف شوي يسار شوي أيوة خلاص تكفي واحدة تكفي لا تحطون أربعة تدري ليش عشان غادي برا هذا ظل بس يبغى الواحد اكبر من ذي ابو لافي هاي ترى صغيره اللي معي خلاص هاي عيوني اللي معي ترى صغير لا تركبها جيب واحده صغيره اي انا هني حسيت المقاطع هذيك سامحني لا 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 تذكر الاطفال يوم سام كذا واحده هي كذا خلاص تمام تذكر ابو هدار لحقت عليها ابو هدار ولا لا تلعبون ابو هدار لحقت عليها كذا لحقت عليها لا ما سامحني تدري انا مواليد الظاهر 93 او 94 مواليد كم احمد والله 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 العظيم تجري 93 تجري تبيها انا ميلادي معي كم تجري 12 فانا ما حق على انا مواليد 93 استغفر الله العظيم انا مواليد 93
وانا اتوقع 11 ك 12 كم؟ يعني قلت 93 قلت 93 طيب لا 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 93 انا معك والله قلبا وقالبا يقول كل ما قلت لا اخطيت والله انا بالهجري اميز 14 يلا 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 فله يا عيال يلا فله عندك ارقام وين فيصل؟ فيصل تعال يا عيال اللعبة عشان نشرحها يلا يلا مرحبا ومسهلا حياك والله هل هذا العريش ونعم الله بإذن الله أعطانا عمر عمر في الدنيا وعمر في البرنامج جنة نسوي افتتاحية وتدشين ما لا شكل لا 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 مرحبا ترحيب تنتظفي على الحفلة سفرها لا 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 أيوة عطية عاش عاش ما تطلع من البرنامج ده اللي يتعرف صفوه مرة يلا أبشر سمع يلا ها ها شبي يلا بطلع عطلع يا عيال اللي يحب فيصل الحرب يجي بسرعة يا فهد يلا يا شباب يا فهد. شباب يلا يلا فلة فلة يا شباب فلة وناسة وناسة يا عيال وش يا عصا يا اخي قسم يلا يا عيال فلة خذ راحتك مرة يلا يلا فلة يا عطها 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 فيصل والله يلا يا يا فهد يلا الله العزيز والله يطقوا والله يطقوا يا يا الكوبر يا شباب فهد الله يروح ابو مسفل ابو مسفل يا سلطان شباب فهد الله يرضى عليك يلا يا عيال فهد مطيري تبحات صفوا صفوا هنا صفوا هنا فهد 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 مطي فهد عطوه صفوا والله شفت بس بدي اقول كلمه معناك انت بالصف بس كذا منظر بس قدام الناس عطني عطني مويه معك شباب شغل مايك شباب صلوا على محمد صلوا على النبي يا رجال يا عبد المجيد عبد المجيد عبد المجيد ولد والله بعطيك عبد المجيد عبد المجيد عبد المجيد أقل من دقيقتين بس حاول إنك تسكت يلا أول شيء نشكر فريق دعم فيصل ما قصروا الله يعطيهم العافية وفيصل يستاهل أكثر من كذا قدم الكثير فيصل وقدام الكثير وأنا أعتذر عن العمدة بتكلم والمجال أبو سعد عندك أنت الله يعافيكم اللعبة كلنا بنلعب ستة في الخانات الفاضية يا عيال واحد هو اللي يطق بالمطرقة اللي موجودة معنا واضحة وسهلة ها؟ راسك يا طلع يعرف اللي بيروح يا عيال راسك إذا طلع من الفتحات الموجودة وطقها اللي بالنسبة للمطرقة تطلع برا في كورات موجودة أكثر واحد يجمع هو اللي بيفوز دقيقة فهد ها؟ فهد دقيقة بنشرح لك قول اللي بسيط أي واحد يطق على طول يطلع ما يجلس صح لا يخرب علينا تكفون انا اللي بجلدهم انا اللي بجلدهم كلمتي تكفون 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 ابشر بشر الاصوات ابشر بشر يا ولد ايش الترتيب ذا اسمك مالك مالك انا رقم انا رقم بس اشتري كفو خلاص يلا فيصل انا اختار انا ما اقدر العب جنبي عود يا الربع صلوا على محمد صلوا على محمد يا الربع يا شباب كلمه 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 فيصل الحربي يلا فيصل اول شيء اشكر فريق الدعم وبيض على وجههم وما قصروا وان شاء الله نكون قد الثقه وان شاء الله الاسابيع الجايه بتشوفون شيء افضل من هذا الشيء وابد خلونا نبدا يلا يعني خلونا نبدا فيصل وجهك كذا يا عيال كل واحد يحفظ اول سته يا اللي يدخلون اول سته كل واحد يحفظ رقمه نبدا من عندك انت ولا رقمهم اول شيء رقمهم هذا رقم كم هذا ابو شنب ذا رقم كم ذا فيصل اهلي صاحب الكرشه رقم ثلاثة ثلاثة الى سبعة ها طيب ثلاثة روح يلا ها خمسة خمسة يلا خمسة أربعة أربعة هنا معه معه رقم سبعة يضرب اثنين اثنين واحد واحد سبعة سبعة انت اللي تطق ستة
ستة كم واحد طلع؟ ستة الأخير ستة خلاص يلا واحد راح يلا كل واحد على نجاشي بدري وين تأخر نجاشي؟ هذه واو أنت بتجلد عمر خش معنا الأسكريم متى؟ شوي وحنا نلعب عادي روح يسار خش معنا روح يسار يسار فيصل أشكر فريق دعمك على الأيس كريم بالله والله برد طيفك يا عيال اللي ياخذ هذه اللي يفنص اللي يفنص اللي يفنص يا ولد بالكابتشينو الكور كل جماعه دقيقه دقيقه عمر لازم تدخل النص عمر عمر يا ولد الكور الكور ايه حنا فريق صح اسمع كم وصل ايوه خلاص حلو جمعوا الكور تمام مره 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 الشخص اللي تضرب في نفس هذه يطلع على طول تلقائي يطلع من اللعب في حكم خلاص انا وبسام اسمع فيصل الكور احنا فريق صح بس انتبه ما يسقع اكثر كور هو فايز ولا الفريق ايه اكثر واحد اكثر واحد عارف صبط عمرك صبط عمرك شو ما تختارني يا رب داوي وانت الحكم يلا يا عيال يا عيال بأمانة اللي يصقعه اللي يصقع يطلع على طول الشيلة الشيلة يا مخرج من هنا من هنا اطلب من هنا من هنا يا مخرج الشيلة عطني الشيلة شايف هالشيلة تبي شيلة هذا الشيلة لا حط اسكريم حط اسكريم والله طب عطني اثنين بودي للمخرج سقت عليك المايه يا علايه يا علايه يا علايه سقت عليك المايه يا علايه يا علايه يا علايه سقت عليك المايه يا علايه يا علايه يا علايه سقت عليك المايه يا علايه وابوك ما عبرني يا علايه وابوك ما عبرني علايا ومشيت بالمشاية يا علايا يا علايا سقت عليك الماية يا علايا الله علايا يا علايا سقت عليك الماية يا علايا سنيارنا ويصير سير السفينة قلبي على الغالي تزايد حنينا سنيارنا ويصير سير السفينة قلبي على الغالي تزايد حنينا مهتن بنومه نومه ولا زاده مهنا يخون يخون في بعاده مهتن بنومه نومه ولا زاده مهنا يخون يخون في بعاده وبوج ما عبرني علايا وبوج ما عبرني علايا ومشيت بالمشاية يا علايا شي يصير لو طالت المدة شوق الهوى بيزيد لو زاد عن حدا ما درى شي يصير لو طالت المدة شوق الهوى بيزيد لو زاد عن حدا أيام من عمري من عمري بتجري أيام من غير أنا مدري أيام من عمري من عمري بتجري أيام من غير أنا مدري أبوك ما عبرني علايا أبوك ما عبرني علايا ومشيت بالمشاية يا علايا هنا يا خبوط هنا هنا نحسب أكثر عدد الله أكبر دقيقة
ليه بس أنا جهز لي بس. تعال تعال من اللي بيجلد؟ تعال يا عيال نحسب نحسب كوارش يا خبوط كم؟ شو موجم كله؟ أيوة. وين وين؟ فيصل أطويل يلا احسبه وخر يلا شغل بطل لك طلع فوق 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 خلهم يلا يحطون اللي عندهم 13 ابو احمد عيال عيال عشان الوقت مهند وسعد 13 ايوه فيصل تعال كم هذا راح راجل كور جمع الكورة ما يطقونها فراسة لا لا أنا جمعت كورة رميتها بالطاش يعني خلوهم يكملوا اللعبة 18 18 طقوك مع سقعوك فلة هذي سقعوك لا 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 نزل 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 احسب يا شخبوط اصبر اصبر كدر لا 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 شخبوط ماخذ اللعبة زيادة 15 15 يا عيال اللي يطلعون هنا اللي فايز اثنين يضربون هنا الشاشه عشان ما حد يطلع من الرياض ابو لافي عشان نطلع ابو لافي ابو لافي بلاي حطه جوا ادخل عليه داخل حطه جوا يلا يا عيال يلا المركز الاول شخبوط من مسفى صفق يا عيال ايش فيه يلا عيال ايه بلا شيء يلا يمكن واخذ دور غيره وشو ابو لافي ابو لافي ما في شيء يعني صادق صادق انت انزل 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 يا عيال يا عيال ايه من اللي بيلعب انا اذكر حق العسكري مهند بتلعب صبق اصبر شويه يلا تكفى فهد بتلعب فهد مطيري بتلعب يلا طب جوا تعال شيكو 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 كيف تلعبون طيب يا عيال بالله جمعوا معنا فهد جوا حطوا الكور جوا يا عيال الكور جوا يا عيال الكور جوا الكور جوا اي والله يا ربع راسي كلك معه قاعد اجمع كوره طالع بخيت قلت ايوه جمع جمع انا برسل لك وانت جمع والله ايه وبغي يجمع ابو سالم ابو سالم ابو سالم يا عيال يا عيال الكور لا تطلعونها برا لا تطلعونها برا العب يا ولد رجع رجع يا عزاء ثبتها رعيها انا ما صلت على النبي باقي ترى ما جهز عين ما صلت على النبي جبهم ترى باقي والله يباله وقت يا عيال يباله وقت ترى يباله وقت عشان يجي خلاص كلها كلها فوق يلا نبدا من باقي يا عيال يا عيال حرام يصفق استنى يلا ادخل راكان اللعبة ابو لافي ابو لافي كور كور النجاسي النجاسي الكورة عندك يلا حط حطه حطه من بيدخل بلافي هنا هنا يا عيال اللي يلعب زين بهذه واللي يغش بذي فاهم حبيبي والله والله وجهك يا حبيبي ما سوى شيء كذا مو لعب كذا غش كذا شوف 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 من عمك من عمك قول دحو دحو قول دحو يلا ابو سالم يلا حاول اني اطلع ابي اجلس فوق لا غش شيء ما نطول لا نطولهم والله طولهم شوف انا اللي غش بضربه بذي واللي يلعب زين بضرب هذا عمده ذا هذا عمده ذا غبي اطلع اطلع يا فهد بطير اصبر اصبر العبوا هذا يا ايمن هذا وينهم يا عيال انك صار لازم يجي فوق ذي يلا اطلع شني شني اطلع حط ايدك اطلع روح روح عمده
روح للبيه. خلاص ذبحتني شريش لك يا كنترول نبي شيلد بعد الشهر. خلاص خلاص يلا 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 هيا اطلع الله ايش فيه وينكم ها وانا اكلم اللي فوق انا ايش فيه ايش تبغى انت اسمعك تقول فات شيء نبي شلت كور عنده يلا تاخذها سيره فهد يا كنت روح قبل ما يضرب كذا ضربت تطلع برا اح خلاص لا مهند 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 لا 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 مهند مهند غلط والله وين ضربت خبل ضربت هيدي يا مجنون بالك يا ابو مؤخر يلا العب العب يلا العبوا عيال العبوا طيب يا مهند طيب يا فلق يا علق كنترول عطنا الشارع حقت يلا ترى بيغدرون فينا يا اخي طفشنا يا علا يا علا عيده والله مسوي عيده 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 يا علا بس هاي مو حقي ما ضبط يا عيال يا عيال ابدوا عاد يا فشلة اطلع سلطان الامير يطلع يا فشلة سقح خلاص ها هذه الحديدة ها يلا العب والله يا خلاص اطلع انت راسك ذا هذا كبير العب ذا والله لو اوريك بالحديدة ترى جتني طيب لا 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 يلا العبوا 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 يا عيال يا عيال شخبوط والحكام من في اثنين صقعتهم ما شخبوط العب هناك ركز هناك فهد فهد عطني الكره ذي وراك يا شخبوط وراك شخبوط لا ياخذ من شيء ابهر مهند الخبل الطير صفقته براح لا 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 حذايين لا عطوا عطوا قلت حالي لسه ما بردت يا سلطان ليش زعلان ليش زعلان انت الحين ما انا زعلان بس كل شوي كل ما ننتظر والله لا اخرب والله انا لسه والله لا اخرب عليك انا لسه ما اكلت كريم سايم جدك زعلت ترى جدك زعلت تعال لا ما زعلت بس من يوم قاعد انتظر عطوا فلان ما جايك يا خال تعال هد هد ايش في يا ولد يسارك شخبوط يسارك ما اشوف يا ولد اللي طول سامع على السلطان كانوا طول عليه هذا سامي يا غبي سامي يا غبي اي فهد المطيري تعال يسرقون من تحت في وحده جاك يا فهد المطيري والله تعال امسك امسك الحسامي يضرب الغشاش الامير لا عاد تجي اطلع يا ها يا سرق ها بحطها عندي يا غبي يا غبي صوت يسرق ماجد الدهي وينك لا لا عندي اثنتين هنا تعال 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 شكرا فيصل فيصل وتحتك تحتك يا شخبوط تحتك فيصل قاعد نقول لك شكرا ترى لعبة دعوة فيصل يا اخوي العصيم يجودني مع ذريقي اطلع اطلع بعد مطيري يطلع صقعته يا عطري ذي واطلع يا بعد مطيري خلاص لا تخرب يا من الاول من الاول دقيقة اطلع اطلع يا عصيمي اصبر 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 اي الحكم من ما في حكم ما في حكم الحكم من يطلعون كلهم ما عاد يبقى الا سلطان الامير يا عيال ما عاد يبقى الا سلطان الامير وفهد مطيري لا انا صقعته فهد مطيري يا رجال خرب يا علا 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 يا
سقت عليك الماية يا علاية يا علاية يا علاية سقت عليك الماية يا علاية ومشيت بالمشاية يا علاية يا علاية سقت عليك الماية يا علاية الله علاية يا علاية سقت عليك الماية يا علاية سنيارنا ويصير سير السفينة قلبي على الغالي تزايد حنينة سنيارنا ويصير سير السفينة قلبي على الغالي تزايد حنينة مهتنا بنومه نومه ولا زاده مهنا يخون يخون في بعاده مهتنا بنومه نومه ولا زاده مهنا يخون يخون في بعاده وبوج ما عبرني يا علايه وبوج ما عبرني يا علايه مشيت بالمشايه يا علايه شي يصير لو طالت المدة شوق الهوى بيزيد لو زاد عن حدا ما درى شي يصير لو طالت المدة شوق الهوى بيزيد لو زاد عن حدا أيام من عمري من عمري بتجري أيام من غير أنا مدري أيام من عمري من عمري بتجري أيام من غير أنا مدري أبوج ما عبرني يا علاية أبوج ما عبرني يا علاية ومشيت بالمشاية يا علاية علاية الله يا علاية يا علاية الله سقت عليك
شي يصير لو طالت المده شوق الهوى بيزيد وشرقت شمس الحياه وبالعالم جاء طلا ورفرفت خفاقه التاريخ ورفرفت خفاقه التاريخ من نجد العذيه جواد الشكر والتقدير كله رؤية اللي رؤية تعدت حدود الجاذبية والأمير اللي بعزم وجه الكيد وحل صارت بلادنا في كل فخرة لولوية وعلم العالم بأن طويق ثابت في محل ما الهبايب والرياح الموسمية والرياح الموسمية كل عام نشوف للتمكين دفعة معنوية واشرقت شمس الحياة وبان العالم جاد طل ورفرفت خفاقة التاريخ من نجد العدية وامتطت صهوة جواد الشكر والتقدير كله رؤية اللي رؤية تعدت حدود الجاذبية يا وطن تسعين عام الظل ربي ثم ظل وكل عام نشوف للتمكين دفعة معنوية كل عام نشوف للتمكين دفعة معنوية يعطيكم العافية يا شباب فهد فهد مالك والله يا ابو مش كلمات وصوت وكل شيء فاخرة جدا غير ايمن يلا يلا طاح هذه يطلع انا اقدر واجد اللي يقولون باللعبه شيخ فوق يعطونك واحده امس اعطيني واحده مهند مهند اخذت اجيب لك بالعافيه ابو هيف طيوه طيوه
أبطل رفعها رفعها ايه ترتب اخر صفاء واخر صفاء لا يجي كتمه لا يجي كتمه اخر انا مسكت المايك فين تحتي لا يجي كتمه سلطان يطلع يطلع طيب بطل عنك يطلع خليه يقوم خليه يقوم لا 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 بدي يبدأ بدي بلونه وبدي إبراهيم أطلع وين أطلع فوق بس ما في إلا أنت إيه أطلع بس أنا أبغاك أحط لك شوكولاتة شيء بسيط شيء بسيط كتر كاتشب شوي أمي أمي تعال يا قلبي جايك ها تبي بس مساعد هيا يلا جاي وين طب العصا العصا اليمين عصا عصا اليمين طيب ولد لا 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 انا ما اعطي انا والله طجك طجه قويه انا الحين محتزم بك ها يا رجل ما اقدر اسوي شيء يعني انا والله احترم نظارتك يا حبيبي فسخ النظارة فسخ النظارة واحدة واضربه يقول انا احترمك عشان ما عندك نظارة صديقي والله من صديقي طبق صماطه عنده وين عقب الغرب وش عنده مهدي ولا طبقنا النام يا عمدة وين؟ يا فيصل فيصل شكرا لك وشكرا لفريق دعمك ودي اني والله لاعب معكم لكن انت عارف ظرفي شكرا انك ذكرتني عشان اشكر فريق دعمه لانهم يستاهلون وانت سباق دائما على العلوم الطيبه شكرا لانك شكرا ولا تطالعني كذا عشان ما اخلي ايس كريم يوصلك يا مهند الله يطول عمرك انا لك بس ايش رايك في الطقم يا مهند الطقم اليوم انا خلاص الشهر هذا كامل عرفت الاصفر وش تلبس معه اول خبصها الله ما شاء الله ايش رايك بس مشكلتك في المقاس الله يهديك ممدح امدح يا اخي لا بدك تاخذ اكبر ليه مهند يعني انت تقول ملابسك دايما وسيع رحت وخذيت اصغر منها ما عندي حل وسط اكس لارج يا ميديم الحين الزين وش اكس لارج ولا ميديم ولا الثاني انت بالنسبه لك اتوقع انها اكس لارج والله كذا اكس اكس لارج الاكبر وش تفرق تفرق هي يعني خذ شيء لما تجلس ما يضيق عليك لا يشد عليك ولا يكون سيع تدري ايش مشكلتي رفراف تدري ايش مشكلتي اني اروح لرحت المحلات ذي تفرش جلسه اقول لهم ابي اقيس يقولون ممنوع لا يا شيخ واقيس اعلمك وين اقيس فوق الثوب لا اي والله طيب اذا قايس فوق الثوب وضيق عليك بدون ثوب الحين لا لاني عضلت يا مهند تدري كيف لو بغيت اصير قايس فوق الثوب خلي يشد الثوب عليك ها خلي يشد الثوب عليك هسه يشد الثوب عليك يكون مزبوط لانك كذا شلت الثوب يخف شوي لكن تلبس وسيع على الثوب يشد الثوب زاد زياده عيال انا بشوف في فقره ولا ظهرنا قهوه نتقهوينا في ذيك مين في ذيك ازين ايه ها اليوم الغدا ما اخذت الا القماط بس والله شرعنا في السمك والله كليت يا شخبوط لبيك شخبوط نب جاهز مرت انا هذيك في غرفتنا هنا جنب العريش وذا وسخ وسخ ها محلنا هناك ونزين قهوتنا خلاص تم فهد عليك بس تاخذ القز منا ترى بعد المغرب ما في شيء اليوم واضبط لكم الكرك كفو
ما راح نضيق. يا مهند مهند ما في شيء مطبخ؟ هيا هيا والله ما ادري اليوم ربوع اليوم ربوع لا امس المكتبه لا اليوم اليوم المكتبه شوف الماكينه هذيك الناشفه ام بادر ظني خليها شوي حلوه العاب البلالين هذه لكنها بعضها ممتع تدري وش ابغى العب فهد حقت الصور كد عي يغلق هو عاش سلمان الحزم عاش والله عاش والله عاش والله عاش والله ابو سعد تبيه وش في حاجه علينا فيك لا احب انك كثير ما انت تحبني تحبني تب الصدق عطيه دعم فيصل الحربي اي والله سهل والله العظيم شكرني انا ترى كيف اللعبه عشانكم من المدينه كيف اللعبه زينه يا عيال لا العين الايس كريم ذا جاء من المدينه جدا والله لكن العيال يغشوا ليه هي وش فكره اللعبه اللعبه انك تطلع راسك وتاخذ كور من عندي وحنا في النص انا وشخبوط نص فوق راسهم ذي العيال صاروا يجون من تحت يغشون خربوها ولا هي حلوه والله انا صوتي ما عاش والله عاش والله انا بغيت اطلع انا شكرا فكرتها حلوه بس العيال يغشون غشاشي هلا انا بغيت اطلع انا وعمر ودي عمر بطلع معك ولا واحد ياخذ كور والله بغيت اطلع مع عمر ينطلع ولا واحد ياخذ يا علبه هالعطيه اي واحد يرفع راسه يشقه بس على طول انا قمت طاحت البالونه ذي طاحت من العصايه وصرت اصفق سمي بالعصا الحديد السوداء صفقت سلطان بالعصا نفسها اي والله فيصل حربي كبر الله خير ليك دعمك اي والله هلا الله يطول عمرك انت من الحروم ما نسبكم على الطيب حربي. انت حربي ها حربي ايه بالله ايه سبعه نعام سبعين. حربي 70 ما عليك زود لا دقيقه والله غاليه كنت بقول انا بس ما بغيت تقطعها لا تكفى قطعت واحده انت امس والله هنا ايه اللي امس بالغلط هذه بالعاني لا لا تكفى 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 يا مهند انا تعال خلني ارجع فريق دعمك تعال الله ياخذك للجنه تعال الله يسدد اخطاك وياخذك ايها الفيصل نجح يا نجح يلا جيتك هذا انت ايش هذا عس كريم عسل لي مدري وش في وجهه 60 تراب هذه عادي هذه المحشي بتركي الدوسري بيضاء يلا يلا يوسف انا بجيب الفرشات ونايف يلا فيصل قدر الله خير كلها اثنين بروح اخذ الحليب حار وبجيكم طبعا القهوه انتظرك ها يلا بروح هناك ايوه وانا بجيب فالحمار حمار والله والله جبناها تكمله ما عليش اسمعها في وجهي اسمعها في وجهي لا الحمار حمار بس هو ما يدري انه قطن يعني هو يدري خلاص انت توكل على الله روح كل سكريم روح خلاص الله يعطيك العافيه حسافه دقيقتين يقول حموله ثقله ثقله هاي لا ما هي بنكته هي عارف عشان عارف شو اخ هذا العطوي حلوه لا فكنا من شره هاي ابو لافي
يا عادل عادل ها يوه مساك الله بالخير يا عادل الله يمسك بالنور كيف حالك الله يرحم والديك انت وش تاكل ها البارحة يقول جتني ضابت على نوم ما ضابت شكرا فيصل ارحب شكرا 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 من القلب فريق دعمك لب عينك والله خيت أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي أخونا عبد الرحمن وهذا كثير من الشعيان بالله أن يطالبكم أدعوني كلكم تعال أحمد أحمد أولا اسمع نبي نرتب هذه بس اللي ما يحتاجها نشيلها ونحطها على جنب نرتب الشغل عشان تطلع بشكل زين تسمعون ولا لا يشتغل فيها هو لا باقي عبد الرحمن في شيء تبغى نشيله من هنا تبغى نسوي وش معاوله يعني إيه؟ لا بصوتك بس سمعني صوتك الغلا عيال الاسم شديد كيف بعد على المبادره الجهه دي ولا كيف هذه شوف يا ليت لو من الحجي عشان نغطيها قول لي على لا خبي نفس الديكور ذا والجهه هذه مفتوحه الخشبان ذي بلبسها وبدقها بفوانيس شبت ضو وعلوم طال عمرك ما وراها لك العلم الطيب يا هلا بيت الحجر سكروا بابه سكروا ببانكم يا عرب عنا والعكب يلعب والدنيا لعابه ودر اللقيد لعبنا وهوان هلا يا فيصل مرحبا اشوفك تدري شو يقولك عم غالب تجيك للصيف يجيك وشو والله هذا اسمك مقلوب لان اشوفك مقلوب اما فيصل لا بسوي مقلب في علي وطمسته ليه الاعداد قطع البث دمك والله ما كان قلبي كمان والله ايه قلت هالي اول فكرت في مين يا عون قاعدين تسدي حوك يا عون انا بسوي مقلب على اساس العيال يقومون علي ويقوم عليه بهجم عليه عرفت يا ولد ما طق قبل فاصل انا اليوم ماني بخير فاصل ولا ما طق قبل فاصل لو انهم ما دقوا بس انا خلوها ثلاث دقائق اوه بشر تبي تشوف شيء بس انها خرب المكتب هجت معي وجت ضد هجت وجت ضد تدري ايش يقول علي هد يقول يجيك مقلب يا عبد المجيد يا حليل هذا يا زيق الخشب يا زيق بعدين حضرت وضغطي مرتفع فيه حاجات قلت بسويها في المطبخ ما توفي ايش طبختكم؟ ها؟ ايش طبختم؟ برجر دجاج يا سلام يا سلام معك سباك عبد الرحمن ما شاء الله فزت ولا نزلت؟ شغال سباكه مو بطبخ ليه فزت ولا نزلت؟ ها؟ فزت ولا كم خذيت انا؟ كم خذينا 300 بعدين البرجر اللي جاينا برجر شوي وهم حاطينكم حاطين لكم اي وما جابوا حتى شوايه ليه؟ ما ادري لو المفروض شوايه يجيبون ما جابوا شوايه جايبين لي صاج وذا يقول طبخ البرجر حق شوي وهم كم خذوا نقطه ذوليك؟ هذوليك خذوا 600 وهم ايش طابخين؟ طابخين دجاج الله يديم النعمه يا رب ان شاء الله لا لا عمر 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 لا لا بس يسولف عن البرجر يا خالي مثل ولا والله مالي نيه هذا خالي طويل الذراع سمعت يا ركا اعلمك اخذنا 300 وخذوا 600 150 يلا مع النعمه
غيرك يدور 150 ذي ما يلقى، غيرك يدور ان شاء الله اللي يجي معك انا وياك في المطبخ. تعرف تطبخ؟ شرب سعدك لعب. والله لعبتي لعبتك لعبتي ان شاء الله من الله يوفق لي معك الاسبوع الجاي واصير انا وياك سوا. ازهل عندك قخشو منك شر الله بسعدك يجي فيها وضدنا عمر وبخيت. ها؟ وضدنا عمر وبخيت يا الله وفوز والله ما يفوزون. شفت لو تجي هذه ها؟ ويجي طحن طف يا اخوي طف يا طف طف يا ولد عادي طفي يا ولد صوتي اختفي على طول ترانا الصوت عادي طفيه تكفى يا عبد لعب طفي الصوت ابو لافي لا 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 خليها مقطعة عندي غزل لك حبيبة ما في أحد الله يمثل بانا حلوة هيها قلها متى الافتتاح؟ افتتاح الزابل ان شاء الله الليله الزابل هالليله الزابل هالليله الزابل هالليله يا ولد سوف بلاش كنت اخول ابو لاف دخول فخم دخول يجيك والله اشواك كلي غلط وجي من هذه البرامج خساره فادحه عليكم نعم نعم هذا امر مفروغ حافظوا علي تراني من الثروات هذا امر مفروغ مني لا انت المعدني من الثروات الذهبيه يعني النادره حافظوا علي يا عيال من القراض حافظ انت نادره؟ لا انت النادره طالع انت تقول انا نادره حافظوا علي بالعمله عمله نادره عمله نادره ايه. لكن النادره عندها لها يا حبيبي طف طف ترى برد خربها الليل هذا شريف ما عاد في قلبي تعبت بعد حقت ايش اسمها وسهرنا قبل الشروق وقفة على طيب اللي عند باب بيتها الورد ايش اسمها ها المنشد ايش اسمها الشهري اسري على ديرته شو الليل يسري بي وخيل وجود شب عرض السماء قمرا يا باشا الغيد جيت الشوق روفي بي وش حيلتي في المحبة والهوى من قبل عامين وانا اشوف ايش بغيبي كان الله انزل علي من السماء عذرا يا باشا الغيد جيت الشوق روفي بي وش حيلتي والمحبة في الهوى عذرا ويا حبي مالي في الهوى حيلة لا 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 هذا اللي يحاول يخطف لها الأضواء إيه الله يعطيك العافية أبو لافي الله يعافيك كيف الشغل جميل قسم بالله شغل جميل جدا فهد الله يخليك تعطينا تدشين للرجال ذا الله يخليك الله لا تدري ابغى الله تدري لو ادري الله يخليك اني بوالهان في غيابي الكلمه تجس في نحرها وفي قربك الليله يحضنها قمرها والله يخليك يا عز انسان والله يخليك يا نيب والها ويا منيتي يا سلا خاطري وانا احبك يا سلام ليه الجفا ليه تهجرني وانا احبك 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 يا سلام ترنم على الله عشير القمر يا روما على لا لا هنا يا منياتي يا سلام خاطري قالوا الناس يا صمي صوبك الشيب من بدري وانت في سن 20 سلام يا
العصيبي ولا تزعل واجعل الهم نسيان ويا العنود العصيبي يا الدنايا الرمسية من بنات السلاطين غالية يا عصيبي يا مثل غالية يا عصيبي موت موت هي الكلمات غالية يمين غالية يمين غالية كمل جدك غالية يا عصيمي يا مثل لون ومرجان يا لا لا يا لا 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 الحشمة فهد 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 شهري 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 خالتي أم عبد الله والله شكرا 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 لأمك اليوم أقسم بالله الله يخليك أنت اللي شكرا لفريق دعمك يا حبيبي برد صيفك يا حبيبي برد صيفك لمي مع فريق صن الحربي وفريق دعمه سب والله شكرا علومه وين شكرا والله العظيم أقسم بالله لا رجال خاطب بس صدق الصدق فرحت كثيرا حبيبي إيه والله حبيبي يعلم الله اعطوا الكلمه لها باذن الله باذن الله الاسابيع الجايه راح تشوفون شيء افضل من الشيء هذا هذه هديه بس ما ادري لمين باذن الله ابشر ابشر علمنا الهديه من اتوقع نهائيه خلاص لا تتوقع صح من هي خلاص انت عارف تتوقع نهائيه لا تعلم لا 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 يلا يا ابو فهد 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 سلطان ما بنعلم احد والله العظيم ان شاء الله ما بنعلم احد يلا عيال يلا بسرعه قبل الزمارة يلا يلا خلاص ابشر واذا بتتوقع لا تحط الشخص نفسه انطلع شخص ثاني ما عليك ما عليك ما نعلم احنا عيال تكفون ما عليك يلا فهد ابو لا في دقيقه بس فهد فهد ابو اخرب عليك الحين واجي اقول لا لا ما بنقول له ما بنقول له سلم انت يا ولد ربنا الرجال يسكت ربنا الرجال يرقعها لا عادي هي اصلا عنود النماصيه انا السلام عليكم عيال عيال قبل شوي احمد يقول ميد وشي عد البيت تل قلبي منت يا صافي الثنيه تل قلبي منت يا صافي الثنيه نشدنا مهند قلنا وش صافي الثنيه قال لها دخل في ثنيات الوداع بدل الحين نسألها ثاني مرة طيب لها دخل في ثنيات كاريزما والله حسبات يعني ها وش معنى الثنية صافي الثنية هي مدحة احنا دارينها مدحة لكن قدنا الجلسات هذه بقى لكن والله العظيم ايش معنى شرب الخير بس بيجي احد من العيال خلني بنحل موضوعنا بعدين نحول عليه صافي الثنية ذي ان شاء الله ايه قايل لك لا لا تقول رباعية شجت خماسيته رباعية رباعية وش ثنية ذي ثنايا ذي كسرت كسرت يقولون للتيس بعد ثني اقول لك الحين انت غزل وتقول لي تيس انت غزل في صافي الثنية وتروح لي للتيس طيب التيس ما يقولون له ثني ورباع وسديس يا اخوي اقول انه في غزل وثنية يقول التيس ثني صح يتغزل في ثناياها يتغزل من جماله يتغزل بسن التيس هو الحمد لله جوعان بيذن بنروح نجهز والله الله يحيي يا مهند بعقب فقدان هذه الجلسه لمده 3 أسابيع متتاليه اي والله 3 أسابيع اختصر لي شعورك في 13 جمله اقول خلينا نرجع هنا لين انتهى البرنامج يعني هذا اختصار كلامك ثبتها هنا فهد العطوي انا شو والله والله مهند صراحه كان محمد الشهراني يتهاوش هو شخبوط دائم عند فرنجي الهواء من يصب لا ذكريات لا ذكريات والله اني عفت الجلسه من عقب ما راح محمد الشهراني الله يذكره والله اني عفتها كان ماهر حماد يطرد المعزه عقبها واحد مسك الدورة وش في بقى نهايه سوالف للبيع هنا كان وك الله افتتحنا سوالف للبيع وانتهت هنا الله يا الزمن يرجع ولا ليت الزمن يرجع ولا ليت الليالي تدور هنا ذكريات كانت للحين يا شيخ ونرجع مثلنا اول ونلعب في بساطاتنا هلا يا فهد الله يهديك الله يجيب العلوم الطيبه كنت قبل يوم اني كبركم كنت جالس هنا قبل يمكن ما ادري كم سنه يا ما حصلت يلا فهد يلا عمده كان فيه كرك وكان فيه حركه انا كسها تجذبني يلا حصلت امر يا ابو هزار ما بنت لحالك وكان يلا يلا ذبائح تنطل روس الطليان هنا شباب شباب جيبوا فرشه ثانيه زياده لا لا خله خله بخير خله يجي ف
يا عيال هم هذا العمدة هذا زود هذا العمدة أنت تضبط ولا نضبطك يا عمدة ولا وقف وقف خلاص أي شكل العمدة تكلم آسف اسمه والله ماني قايل طيب صلوا على النبي ما نبي ما صلي عليه خليني بس أركب الاسم دقيقة بيقدر مقارب وأنت ما حتصير خليني أركب الاسم دقيقة خلاص أنت هذه هدية مقدمة لواحد منكم يا الحاضرين عشان نحرق عضلات مهم منهم طبعا الشخص منكم كلنا نحبه ونغليه بزيادة وكلنا سلمى من غير قصورنا في الربع الباقي هدية مقدمة من فريق الدعم بخيت ابو مهنا والله الاستاذ في ذنب بخيت كان هديتنا كلنا انا شاهد فوق فوق خلنا نصور جا استاذ ابو مسعود استاذ بس ابيك تقرا مع الدعم ما حد ابيك تقرا الدعم يا عيال للمعلوميه يا شباب تراكم كلكم طلعتوا باقي بخيت ما طلع بالتصوير مشاعرنا البخيت يا مسلم اقول الله يبيض وجوههم والله يجزاه خير مع ذا المغرب والله يطول بعماره هدية والله انها تسوى لها شيء وايد عندي ومن عرب قليل الله يغليه يا رب تستاهل الوردة الحمراء امسك البيت يلا قرب كل كل من دعم من صورة يا اخي وش تعليلك الوردة الحمراء صورتم يلا قرب قرب مو ضحكت انا عطني اقرا وين يلا قرب قرب الله اكبر الله اكبر يلا دعمي لبخيت بن مهنا يستاهلون تستاهل خير مهما كان الله سمعتني سمعتني علم يطول عمرك لبى والله كبوتكم يا دعم البهود والله يطول عماركم وما قصرتوا يلا يلا تستاهل يا بخيت تعال العمدة تعال كلمة ما توقعت 1% اسمعني يا طويل العمر طيب الشركة هذه ممتازة جدا جدا بس لو تعطينا منها ناكل فيها الحين دعم البهود الرسمي دعم البهود الرسمي يحتاج كلمة منك اقول الله يطول عماره مجموعة تعال تعال تخم معنا ادعمونه شخصين باذن اللي ما ترام عينه انه عند الهق ان شاء الله ان شاء الله يدخل بعد فهد الثالث واسال الله ان يوفقه ان شاء الله فيما يرضى وفهد فهد 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 من الذي فهد هو الذي فهد 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 الله يطول عمره يا رب وانت تستاهل بخيت والله انها تسوى لها شيء وايد عندي تستاهل يا بخيت والسعودي اماراتي ولا اماراتي سعودي سعودي عز الله انه في حل تستاهل يا بخيت تستاهل والله اني اتشرف الله من دعم الفهود الرسمي شيء شر الله يعطيك صحة والعافية الله يطول عمرك السلام عليكم لبى والله كبد الله يطول عمرك كان تعطيني وردة واحدة بس لو سمحت تكفى 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 لا عيال لا خلصت كلامك علموني والله تستاهل يا مهند تصور شكرا صورة لبى كبدك سمي عادل هذا عشان قطعتك الله يعافيك الله أكبر